اسم الجمل حق ستيف، سميته ستيف على اسم صديق المقرب، لان انا ابغى عامله زي صاحبي، سميته اسم صاحبي، صرت عامله زي الصاحب زي الصديق، عشان اروي ان انا احبه، اجيب له اكل. اول مره جيته كان يبغى يعضني، كان مو متقبلني، كان يشوفني ان انا مصدر خطر، بس رويت ان انا مصدر امان. تعامله مسح عليه، يجيب لي اكل، ما اضربه بقوه، فصار بيني وبين اللغه، صار يفهمني لما ابغى اسرع بدون ما اضرب، بدون ما اتكلم يسرع، لما ابغى اوقف يوقف، حتى لو انضرب. في مره طاح عليه السرج وراح سريع، كان يبي يطيحني بس ما طيحني، نزل نوخ نزلني وراح. هو صراحة من أول يوم في الرحلة لهذا اليوم فيه بينه وبيننا ألفة، وهذا الألفة تزيد لما يشبع، لما يكون جوعان شوي تعرف الجوع كافر فيتغير شوي عليه، بس من يشبع أكل أكل خلاص يصير صاحب المقرب. وهو صراحة زي ستيف، يعني صراحة ستيف ما أقدر أتواصل معه الحين، ما في إنترنت ما في شيء، فهذا ستيف حقي. صراحة الإحساس لا يوصف، أنا أول مرة كنت أخاف منها صراحة، نوقف فوق الجمل، من الحماس وقفت فوق الجمل يا جماعة، الجماعة كلهم واقفين وقفنا وياهم. الإحساس شفت المياه هو يتطشر قدامك تسبح فيه، إحساس لا يوصف، كنز، كأنه واحد شايف كنز، لما تشوف الكنز قدامك كيف تروح له بالضبط، نفس الشيء.